انا برحب بسيادة اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان. مساء الخير سيادة المحافظ، اهلا بحضرتك. اهلا بيك استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك والمشاهدين جميعا. اهلا وسهلا يا فندم، ارجوك يعني طمنا، يعني ال 24 ساعه دي عدت عليكم ازاي؟ هي 24 ساعه طبعا يعني قد شهر كده يا للدرجه دي؟ طبعا، لان احنا كنا بنعمل كل دقيقه بدقيقه، يعني مواقف عديده جدا ولازم نتصرف يعني. بس الحمد لله يعني احنا يمكن برضو لازم نقول ان احنا كان عندنا المعلومه، يعني برضو هيئه الارصاد المصريه مشكوره، يعني كانت موضحه لنا الجزئيه دي واحنا كنا بنتدرب عليها، وكان عندنا المعدات بتاعتنا كانت جاهزه، ويمكن هو ده اللي خفف شويه من وطأة الموضوع يعني. مظبوط يا فندم، فكان عندكم استعداد مسبق يعني. طبعا احنا كنا عاملين، طبعا كان في عندنا غرفه العمليات حتى الان طبعا، في ومع كل مع كل المدن وكل القطاعات الخدميه اللي موجوده، الميه والكهرباء كله. هل يا فندم تم حصر الخسائر؟ بس انا طبعا بطمن حضرتك ان كل ما هي خاصه بالخسائر هي كلها بعض الانشاءات العشوائيه وبعض المباني اللي هي مبنيه بالطوب اللي هو الايه؟ الطوب اللي هو اللبن او بالطين. بالاضافه طبعا للاسقف اللي هي معموله بالجريد والصاج والحاجات دي. البرق شديد جدا يا فندم، البرق كان شديد جدا جدا يعني، مرعب. طبعا هذا المنظر لم يحدث قبل كده في اسوان، يعني يمكن حصل من 11 سنه حاجه قريبه من كده، لكن بنفس الشكل ده ان يعني احنا نشوف الميه والمطر ثلج نازل بالشكل الكبير والعنيف ده، وفي نفس الوقت شيء طبعا جديد على اسوان ان هي تشوفوا الرعد والبرق، وفي نفس الوقت الرياح الحامله للاتربه شيء كان بالنسبه لنا كان جديد يعني طبعا. الحمد لله قدرنا ان احنا نتغلب، وفي نفس الوقت لازم نقول في دور برضه لوزاره الري كانت عامله حسابها من فتره بعيده على ان اي توقيت يحصل فيه تيول في اسوان، كانت عامله برضه مخرات تيول كانت متطهره يا فندم وجاهزه طبعا، وكان في دايما اجراءات بتتم، خصوصا بعد فعلا بتبلغنا ان في احتماليه، كان الموضوع واخد شكل مهم جدا جدا، وفي نفس الوقت كلنا بالكامل المجموعه التنفيذ كلها بالكامل قاعدين بننفذ الاوامر بالحذافير، يعني نقول على جزء معين هنا يتقفل الطريق، يتقفل هنا الملاحه، تتقفل تتقفل خليه ازمه يعني. طبعا لان ده موقف من المواقف اللي احنا بنتدرب عليها حتى في الاوقات العاديه، يعني مع الدفاع الشعبي والاجراءات اللي بتتم فيما يخص ان احنا بناخد زي مواقف بنتحط فيها بنتدرب. طب يا فندم المراكب النيليه، يعني انا برضو متخيل وانا عارف من امبارح بالليل ان حضرتك اديت توجيهات للتعامل مع المراكب الموجوده في النيل. طبعا احنا لقيت ان فعلا مجال الرؤيه بقى قليل جدا طبعا، احنا مش يعني لازم يبقى لنا رؤيه، وفي نفس الوقت احنا بناخد قرار، وبعد ما الدنيا راقت وفي اول ما حصل بقى طبعا المطر الدنيا راقت شويه، بقى في مجال رؤيه كبير، بدأنا نفتح الطرق بالتدريج وبدأنا نفتح الملاحة النيلية، وده مهم جدا ان احنا برضو لان احنا محافظة سياحية وفي سياح موجودين. فأول ما جه طبعا لقينا الحمد لله الرؤية بدأت تتضح، بدأنا نحرك عادي جدا كل البواخر في اتجاه ما كانش فيه أي مشكلة. هو طبعا احنا كمحافظه مش متعوده على الامطار بالشكل ده، وعلى هذا الامر خصوصا كمان لما كان في رياح تحمل بقى التراب وكده، طلعت مجموعه من العقارب اللي موجوده في يعني في منطقه الجبال وهكذا. فدي لما اتحركت من او نزلت مع جرف السيل بقى يمكن بالظبط، لا هي كمان بتتحرك اكتر لما بتلاقي عواصف تراب، العواصف الترابيه دي بتحركها من اماكنها وبتخليها تتحرك. طب هل يا فندم في اي لا قدر الله وفيات منها؟ لا منها لا، وما حصلش، وكان في 503 حاله الحمد لله اخذوا يعني تماما اخذوا، بالنسبه لهم كان في مصل الموجود بتاعهم
ومتوفر في كل في كافه المستشفيات. بمجرد ما بياخد المصل دي ما فيش اي مشكله. 503 حالة اتلدغوا يعني. يعني برضو رقم يعني. طبعا طبعا طبعا. وكون ان يكون متوفر يا فندم مخزون استراتيجي من الامصال المضاده للدغات العقارب في مستشفيات اسوان تكفي ده، فاعتقد ده نجاح كبير يعني. الحمد لله يعني احنا برضو كنا متوقعين اي مواقف زي كده، لان حضرتك احنا يعني يمكن بمجرد ده جالنا بس الاخطار ان في نشره بتقول احتماليه يحصل، فاستعدينا بشكل جيد والحمد لله. الحمد لله برضو الحمد لله ما كانش في خسائر مؤلمه يعني الحمد لله. الحمد لله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة المحافظ اللواء اشرف عطيه، شكرا جزيلا لحضرتك محافظ اسوان، وربنا يا رب يحفظ الجميع ويحفظ اهل اسوان من كل سوء.